توقف النشاط الرياضي كان في مشكله او مشاده حصلت مع رمضان صبحي في الملعب. رمضان صبحي طلع في احد البرامج وقال لا بالعكس، يعني هي كانت مشاده ملعب يعني انتهت بسرعه مع اليو باجي، وقال اليو باجي صديق لينا في الفرقه واضافه كبيره وهي انتهت في وقتها. ده كان رد رمضان صبحي. عايز اسمع برضو رد اليو باجي على النقطه دي. رمضان لعيب كويس جدا جدا جدا، واحد من افضل اللاعبين وانا بكني له كل احترام. هو شخص ما بيتكلمش كتير، مش من النوع المتحدث، بقابله كتير في صاله الجيمنازيوم وبيتمرن كتير وبيتمرن مع بعض. هو اللي حصل دي حاجه بتحصل دايما في الملعب، كان شد ملعب. عارف تتمرن او بتلعب في مباراه ساعات بيبقى عصبيتك اعلى، فممكن عندك الاعصاب مرتفعه ممكن تنفعل مع على حد وما حصلش حاجه بشكل شخصي. وفي كره القدم بيحدث حاجات زي دي، النوع المشدد دي بيحصل بنشوفها في كره القدم. لكن بعدها على طول رجعنا اتكلمنا على طول بعد المشدد، اتكلمنا تاني مع بعض ومفيش حاجه فضلت خالص، كله انتهى. اتكلمنا وخلاص الموضوع انتهى وقلبنا الصفحه. في الملعب كان في انفعال طبعا، ده طبيعي، لان كان في حماس، كلنا متحمسين ومنفعلين وكان الجو حر كمان وكانت الاجواء صعبه. وبعد كده بس رجعنا بعد المشاده دي بنرجع نتكلم تاني كويس جدا بعد التمرين وكله تلاشى ومفيش مشاكل بيننا، وبكدي له كل احترام وبشكره. وده لعيب مهم جدا بالنسبه للفريق. حتى وانا لسه جاي قادر احكم كويس ان هو لعيب مهم بالنسبه للفريق رمضان صبحي. الكل كلمنا عن رمضان صبحي وشفت اداؤه في الملعب، شفته وبيلعب في الملعب برغم اصابته في التمرين، بيلعب باداء ازاي وبروح شكلها ايه. ده لعيب كويس جدا وعرف انه لعب في اوروبا، عرفت انه لعب في اوروبا كمان على ما اذكر. فده لعيب مهم جدا بالنسبه للفريق، هو في الاخر هو اخويا وصديقي وما عنديش اي حاجه تجاهه سيئه، وانا بقول لك ما فيش اي شيء سيء تجاهك. انت لعيب كبير وانت اكيد متفاهم زي ان في كره القدم في لحظات عصبيه من قبل اللاعبين في الملعب، ولازم نقبلها جزء من الحياه. الاهم ان احنا نفضل اصدقاء ونفضل اخوات ونشجع بعضنا ونتكلم بعد المشاده. واعتقد في الحياه عشان نفوت نتقدم كويس لازم يبقى في انتقادات قاسيه تتعمل لك عشان تتعلم منها. لان كل مره اجي اقول لك انت افضل لعيب، انت افضل واحد، افضل واحد من غير انتقاد، عمر مستواك ما هيتقدم، هيبقى شيء مش جيد.